إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فذهب إليها جبريل عليه السلام
لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. هذه الجنة التي تسمع بها وهذا النعيم، اسمع إلى هذا الحوار. يقسم جبريل مرة ثانية فيقول: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها. بعد أن حفت بمكانه، ما هي المكانة؟ تنزيه القلب ألا يوجد فيه غير الله، توحيد الله أولا، الصدقة، فالمال عزيز على النفس، فلا يخرجه الناس إلا بشق الأنفس، لذلك حفت بالمكاره. الجهاد في سبيل الله وإراقة الدماء،
فذهب إليها جبريل فنظر فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. يا الله، في الجنة عندما حفت بالمكاره أقسم، قال: لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. وفي النار عندما حفت بالشهوات أقسم جبريل، قال: لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. إذا علم ذلك يا عبد الله، فاعلم أن توحيد الله الخالص هو المنجي بعد رحمة الله. ثم تعمل ما استطعت من الطاعات، وكما قلت في الجمعة الماضية لن يكون ذلك جزاء للجنة. الجنة فيها ماذا عين الوعد؟ جزاء الله سبحانه وتعالى. يعني لا نعمل العمل ونحن خلاص ضامنين الجنة لنا. ولذلك يقول بعض السلف: لقد أصبحنا وما لنا. يعني العبادة ومواطن السرور التي تسر الخلق في ذلك الوقت الذي قال فيه أحد السلف هذا الكلام، إلا إيش؟ مواطن القدر، يعني الابتلاءات. يعني أصبح هو يقول في ذلك الوقت: عبادات ما عندنا، طاعات ما عندنا، أصبحنا وليس لنا سرور إلا الابتلاءات. عندما يبتلي الله العبد بفقد مال، بفقد زوجة، بفقد أب، بفقد أم، بفقد ابن، هذه البلاءات التي يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. فتوحيد الله أهم شيء، وسبق الحديث عنه ولا نزال نتحدث. لا ندعو أحدا غير الله ولا نرجو إلا الله. في كشف الضر وجلب النفع نرجو الله، لا أحد من البشر، نبيا، ملكا، وليا، صالحا، لا أحد إلا الله. ثم بعد ذلك العبادات، وأعظمها الصلاة، إذ هي الركن الثاني. ثم بعد ذلك ما أوجب الله علينا من العبادات ونعملها ونحن لا نطمع أن ندخل الجنة بها، وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى. ومواطن القدر شيء عجيب، يعطينا الله ويأخذ منا، وله كل شيء. حضرت عزاء في مطلع الأسبوع القادم الماضي، شاب في 19 من عمره، شمعة الدار، عين أبيه وأمه، تخرج من الجامعة، تخرج من الثانوية ودخل الجامعة أول سنة، واستلم أول مكافأة له هذا الشهر. ثم أخذ مكافأته وقال: تخيل إني أموت بكرة، ليش تنفعني هذا الفلوس؟ ويركب سيارته في اليوم الثاني، ويقود سيارته بسرعة 200. يا أيها الآباء، أبناؤكم أمانة في أعناقكم، مو المهم إنك تشتري له سيارة وتخليه يعيش مع الناس، أدبه وعلمه كيف يمشي، علمه أن روحه ليست ملكا ونفسه ليست ملكا، علمه أن أرواح المؤمنين والناس غالية ليست رخيصة. يركب سيارته ويقودها بسرعة 200، ثم يفتح الجوال حقه علشان يصور الميتين ليرسل السناب شات إلى أصدقائه. فلما ذهب نظره إلى الواتس وإلى الجوال انحرفت السيارة، فما استطاع أن يدركها فذهب إلى ربه.
يصور بالجوال. كم عذاب هذا الجوال من أنفس منذ أن جاءنا. نلقي أبنائنا إلى التهلكة، نرميهم هكذا. لكن الحمد لله على قضاء الله وقدره. فسألت، قلت من هذا الميت؟ قال هذه امرأة أجريت لها عملية ونجحت العملية، وبعد أسبوع ماتت. طيب ما هي نجحت العملية؟ لكنها قدر، لكنه قدر. الآن لو المرأة صار فيها مشكلة ولا تعبت، قالوا خطأ في العملية وماتت بسبب خطأ، خطأ أو غير خطأ. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. كل شيء عنده بأجل جل شأنه، كل شيء عنده بمقدار جل شأنه. نوحد الله ونلجأ إلى الله ونرضى بما أعطانا الله وبما قسم الله. أصبحنا يقول أهل السلف وليس لنا سرور إلا مواطن القدر، يعني العبادة الله يرفع عنا بس. فهذا الأب يبكي، ابني وعنده بنات، ما يدريك لعل في البنت خير من الابن. المؤمن يرضى بما يعطيه الله. فبعض الرجال إذا قيل له جاءت بنت، ولا يزال موجود هذا، عبس وجهه، يبغى ولد يشد فيه ظهره. اسمع معي، وأنا جاي في أحد الجمعة بأداء صلاة الجمعة هنا، وإذا بفتاة تقود أبوها على عربة إلى المسجد. بنت، ما يعطيكه الله ترضى به. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أعطاك بنت قول الحمد لله، أعطاك ولد قول الحمد لله، ما تدري من الخير. الخير فين ما تدري. وإذا بالبنت تقود أبوها بالعربية إلى الجمعة، فوقفت قلت السلام عليك، أنت ذاهبة به إلى المسجد؟ قالت نعم. وأتأكد وجاي الجمعة ولا ما كان؟ قالت نعم. وأنا أعلم أن هذا الأب أبناء، ولكنه نيام، وابنته التي أخرجته تقوده إلى الجمعة. ما تدري أين الخير؟ الخير كل الخير في أن تقنع وترضى وتسلم لله رب العالمين. يعطيك المال فالحمد لله، يمنع عنك المال فالحمد لله، يعطيك الولد فالحمد لله، يعطيك الأنثى فالحمد لله، يعطيك الصحة فالحمد لله، يأخذ منك فالحمد لله. هذا هو الرضا، وهذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالقضاء وبالقدر خيره وشره. الجنة ليست أمرا سهلا، حفت بالمكاره فما يدخلها أحد، والنار يركب بعضها بعضا، فحفت بالشهوات فلا يكاد ينجو منها أحد. فيا عبد الله، شد الحيل واعقد العزم، فلا تظن أن الطاعة سهلة، لا بد من المشقة والتعب، لا بد من المشقة والتعب. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم أقنا شرور أنفسنا، اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وعلى آله وصحبه.
العبادات أمرها شاق على النفس، وعندما تأملت هذا الحديث وتأملت شرحه فإذا به شيء غريب. المال والإنفاق، المشقة في الوضوء في الليل البارد، المشقة في حر الشمس وأنت تقود للصلاة، المشقة في الجهاد، المشقة في كظم الغيظ عندما يعتدى عليك، هذه كلها أمور ليست سهلة. فعندما تكره النفس على ذلك وتسأل الله العون، تصبح هذه المكاره من أحب الأشياء إليك. حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فعندما يعرف العبد الطاعة ويتعود عليها ويجبر نفسه ويكره نفسه ويسأل الله قبل ذلك أن يعينه عليها، الله يأخذ بيده لتصبح هذه المكاره بإذن الله من ألذ الأشياء وأطيبها إليك. الرحلة بها يا بلال يعني فيها راحة ما فيها تعب، ونحن اليوم لما نتوضأ بس بتعب ومشقة، لأن الله المستعان. يقول أهل السلف: قومت نفسي 20 سنة حتى استقامت. 20 سنة وهو يكابد في نفسه، 20 عام وهو يكابد في نفسه حتى استقامت. بعد ما استقامت بعد 20 سنة مسكت الطريق. فهكذا نحن ينبغي على القدر، ومواطن القدر أمرها ينبغي علينا أن نسلم وأن نرضى. وكل ما يعطيه الله الخير لا نعبس بالوجه ولا نفرح، فربما كان الولد فيه هلاك وربما كانت البنت فيه سعادة فيها سعادة. حتى جاء في حديث: من عاد جاريتين ثلاث وجاريتين كن له سترا من النار، أحسن تربيتهما وأحسن إليهما كن له سترا من النار. حتى قال الصحابة: ولو كنا واحدة لقال واحدة. وقال العلماء في شرح هذا الحديث: من ابتلي بشيء من هذه البنات، يعني حتى ولو واحد، لأنه هنا صيغة العموم من هؤلاء من هذه البنات، فيقول: حتى لو كانت واحدة إذا أحسن إليها الأب تكون له سترا من النار. فما تدري أين الخير. فمواطن القدر فيها سرور المؤمن إذ يرضى ويسلم بما كتب الله. هذه المرأة أجريت لها عملية جراحية ونجحت، في الأسبوع الثاني توفيت، وصحيح يموت من غير علة، ورجل يؤتى به من شرق البلاد إلى غربها ليموت هناك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك نسيت في الجمعة الماضية وأذكره اليوم، أخ عزيز لنا وجار لنا في هذه العمارة التي أمام الجامعة، جاء الله به من سوريا في الأحداث ليموت هنا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد أخذه الله إليه وكان محافظا على الصلوات مع الجمعة. ومن الحق له وعلينا أن ندعو الله له فأقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم ارفع درجته في عليين، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم كن له برحمتك يا رحمن يا رحيم. ولجميع موتى المسلمين إنك على كل شيء قدير. ثم صلوا وسلموا على سيد الخلق محمد، فإن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتك، واجعلها الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين.
المظلومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم امن بالشفاء العاجل لكل مريض من اخواننا المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.